تليفون من القاهرة. ألو قولي ألو، الو، أهلا وسهلا، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، زي من يختك يا سيدنا. أهلا وسهلا بيك. أهلا اتفضلي. بيك. أهلا بيك. كنت عايزة، بس عندي مشكلة وكنت عايزة يختك يعني تقولي أعمل إيه. تحت أمرك يا أنا ستي. متجوزة وعندي طفل يعني، وبس أنا يعني بعيد عن جوزي. متجوزة لك كم سنة؟ 5 سنين، لا بقالي 10 سنين. وعندكم طفل واحد؟ مش قادر أسأل، يعني بس في سبب إن مفيش تاني؟ مشاكل كتيرة قوي، وحد ما يتعاشرش يعني، وناس كتير اتدخلت في المشكلة، وهو مش بيسمع الكلام لحد ولا حتى بيحترم أي حد. ايه سبب، ايه المشكلة الرئيسية؟ نعم، ايه المشكلة الرئيسية؟ المشكلة ان هو يعني بيشتم وبيضرب وبيشرب وحاجات كتير. الشتيمة والضرب والشرب ده حديثا ولا من مدة طويلة؟ لا، من ساعة الجواز، من أول ما اتجوزته يعني. من أول ما اتجوزنا. ومستحملة أنتِ؟ ومتحملة وصابرة وناس يعني حتى الكهنة بتوعي برضو شايفين ان هو مش كويس يعني. طيب بيشتغل ايه؟ بس انا مش عارفة، انا ما كنتش عارفة عنه اي حاجة. ليكي 10 سنين مش عارفة بيشتغل ايه؟ ماليش دعوة بأي حاجة. اما جيت اقدم لك في الخطوبة قال لك انا بشتغل ايه؟ كان عادي فاتح محل ملابس، هو قال لي انا فاتح محل ملابس. وبعد كده ما تعرفيش حاجة عن شغلته ولا اي حاجة، بس كل الحياة اللي بيني وما بينه مشاكل وضرب، حتى في بنتي الصغيرة من ساعة ما اتولدت برضه ضرب 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 ضرب. يعني كان بيتعامل بعنف شديد قوي، وحياة ما حدش يتحملها بصراحة. بيصرف على البيت؟ لا، امال بتعيش ازاي؟ لما كنت اقول له يعني عايزة حاجة او كده يقول لي خلي ابوك يجيب لك. الكاهن اللي عندي برضه ما مش عارف يتصرف معايا. انت بتقولي الكاهن مش عارف يتصرف معاه؟ مش بيستمع له يعني، او مش بيكبر له هو يعني مش بيسمع كلام حد خالص. طيب انت حاولتي مع ابونا وابونا معرفش ياخد معاه حق؟ بصراحة، وفي الاخر قال لي يا بنت انا مش عارف اعمل ايه يعني. انا شايف كده ان هو مش في دماغه ان هو يبصص على بيته وعلى حياتي يعني. فانا دلوقتي اعمل ايه يعني؟ افضل كده بقالي بتاع 5 6 سنين ان انا عندي بابا يعني، ولا اعمل ايه؟ طيب طيب حاضر، سيدنا هيرد عليك. طيب اتفضل يا سيدنا. ابنك عمره كم سنة؟ بنتي عندها 7 سنين. 7 سنين ومفيش نسل تاني؟ لا، هل في سبب معين ما انا ولا؟ ما هنا سيدنا عند بابا من حوالي 6 سنين او 5 سنين. هي سايبة البيت وقاعدة عند والدها بقالها سنين. مفيش مجلس كليريكي؟ طب ما تفتحي يا بنتي ملف في مجلس كليريكي. رحت يا سيدنا هناك، وبصراحة المعاملة ما كانتش كويسة، وما لقيتش برضو حد اهتم بالموضوع. انت أما منين يا كلمته حبيبتي؟ هناك بيقول لي يعني ايه عادي، اي حد بيضرب اي حد بيشتم عادي يعني. مين اللي تفضلي بيقول لك كده؟ الموقف مين ده اللي قال لك كده حبيبتي؟ اللي هناك، اللي هو في المجلس اللي هناك. ايوه، يعني مين اللي هناك ده؟ يعني ده شخص عادي ولا مين؟ لا لا لا، ابونا. ابونا بيقول لك ان عادي ان الراجل يضرب ويشتم؟ وفي الاخر بقول له طيب، قال لي ترجعي ومش ترجعي. قلت له بحاله واحده، لو قلتك اضمن لي سلامتي وسلامه بنتي. قال لي دي ما اقدرش اضمنها لك. قلت له انا ما اقدرش ارجع، ممكن يموتني ويموت بنتي. لا يا بنتي، افتحي ملف في المجلس الكليريكي وهم 100% هياخدوا قرار، وانت 5 سنين بعيدة عنه. لا ده قرار واضح بتاعك، ما تشغليش بالك يعني كتير. طب ما هو ممكن، هو انا سمعت ان هو فتح ملف برضه وقايل فيه ان انا ماشيه بارادتي. معلش، وانا ماشيه والله العظيم بارادتك لان هو معاملته وحشه. نعم، ما هو معاملته وحشه، ما هو مش بارادتك، ده تحت ضغوطه وانت مشيتي. هو هو مين برضه على كده؟ فكره لازم قولي اسمعه، يعني. هو بيعمل كده ليه؟ بيقصوا عليكي ليه؟ هل في سبب منك هو ولا بيشرب؟ هو طبيعته لا وحشه؟ صدقني، هو لا بيشرب. خالص. وحتى اهله
وحتى ابونا لو شايف ان انا مثلا في حاجات كان قال لي، لكن هو ابونا هو اللي بيقول لي ان هو يعني ما فيش امل منه. هو بيشرب ايه؟ ان هو ده اربع اطرافي. بيشرب ايه؟ صدقيني ما اعرفش. هو بيبقى في حاجات كتير كنت بشوفها. تعرفش شغلته؟ ما تعرفش حاجات مخدرات. ايوه يعني هو بيشرب مخدرات يعني. بس دي اثبتها ازاي برضه؟ ما انا ما اعرفش اثبتها ازاي. انت بتحسي ان هو بيتغير لما بياخد الحاجات دي؟ بيضربكوا؟ بيبقى مش طبيعي؟ انا من ساعه ما اتجوزت الصراحه وهو كده، شايفاه كده قدامي. يا بنتي تفتحي ملف، والملف هيستدعيه الكهنه، تستدعيه، وجايز لما يحتاج حاجه نفسيه يستدعوا طبيب. لازم يبقى الامور واضحه قدام المجلس الكليريكي يا بنتي. جايز كاهن واحد عنده فكر معين، لكن المجلس الكليريكي بيبقى فيه اكتر من كاهن، وبيبقى معاهم برضو مستشار، ومعاهم طبيب او طبيبه هيقدروا يشوفوا الموضوع ماشي ازاي. لكن يا بنتي لو استمرت الحاجه زي كده وانت بعيده، لا الموضوع بتاعك يعني سهل في المجلس الكليريكي يتحل. انت في اي اجراءات قانونيه خدتيها ضده؟ نفقه. يعني انت رفعتي دعوه وخدتي نفقه؟ بس بعد كام سنه لما لقيت اني قست من الحياه يعني. الصراحه بدايه النزاع اول ما سابت بيتها وراحت بيتها. طب استاذ جوزيف بيسالك، معلش جاوبي على الاسئله بتاعتك. رفعتي دعوه النفقه في بدايه النزاع لما سبتي بيتك وتوجهتي لبيت والدك، ولا رفعتيها مؤخرا؟ نعم. رفعتي الدعوه مؤخرا ولا رفعتيها اول ما تركتي بيت الزوجيه؟ لا مؤخرا بكام سنه كمان. خدتي اي اجراء فور ترك منزل الزوجيه، اجراء قانوني يدلل على تركك منزل الزوجيه في تاريخ معين؟ لا. ولا بلغتي المجلس الكليريكي ولا الكاهن؟ لا بصراحه انا ما كنتش عارفه اعمل حاجه. طب اب اعترافك يعرف انك سايبه البيت من 5 سنين؟ عارف كل حاجه عني. يكتب تقرير للمجلس الكليريكي والامور تبقى يعني تتحل بسهوله ان شاء الله. يعني هو لو هو خد معايا موقف يعني مشكلتي بلاقيها حل. ابونا يكتب تقرير وتوديه للمجلس الكليريكي، والمجلس الكليريكي هيحله، ما تشغليش بالك، هيحله صح يعني. طب سيدنا انا بس عايزه اسال سؤال، خليكي معانا بس على التليفون. هي لو راحت المجلس الكليريكي وحد من الاباء الكهنه قال لها وايه يعني لما تتضربي، او ايه يعني ما كل الناس هل ده ممكن يعوق فكره انها تعرف تفتح ملف؟ يعني ابونا ممكن يوقف لها الدنيا؟ لا تفتح ملف، والمكان اللي هي فيه اكيد فيه اسقف تستعين بيه. تمام.